عندكم بسطرمه. ازيك يا انكل؟ قفي تلاجة. اصل البسطرمه خلصت من عندنا، وبصراحه انا مكسل انزل اشتري. يا راجل وعلى ايه؟ ما في هنا مش كده؟ وكسر مستعيبه تطلب منكم شويه بسطرمه وكم بيضه، مش بيت ابنها؟ اه طبعا، يعني بيتكو. بس انت هتتعشى بيت بالبسطرمه؟ يعني بالليل كده مش هيعمل لك، هيتعبك. لا ما هو في زبادي برضه اهو. لا انا والشكل. اه يا هشام طلع على السلم؟ لا انزل تاني، روح السوبر ماركت هات بيض وبسطرمه وزبادي. خلصناهم. خمس تلاف وستين، مش مهم الستين، مش وقت قصور. ستة ربعمائة ستة. أنا خلاص خلصت، مبقاش ورايا حاجة. النهاردة لفيت 132 ورقة كروم. مبقتش فاهم خالص الفيزا دي، جبت إيه ومنين وإزاي؟ بصراحة بقى المفروض ده يبقى شغل الستات. لا بقول لك إيه، أنا خلاص عملت شغل الستات بما فيه الكفاية النهاردة. أنا بقى إيه، أتعب شوية زي الرجالة، أتجعز في الكنبة، أزأز لب، فرج على التلفزيون. ايه ده؟ 1030 و... بقولك ايه؟ تيجي كده انا وانتي نقوم نعمل حاجة الرجالة والستات بيعملوها سوا. انت متبدأش حاجة وتخلصها ابدا؟ مين اللي قال كده؟ في حاجات كتير قوي قوي ببتديها وبكملها للآخر. يعني انا مثلا دلوقتي ممكن ابتدي بمساج في الرقبة كنوع من انواع البداية. انت قليل الادب. انت نيتك وحشة، انا مش قصدي غير المساج. بص بقى فكلي كل كعة دي. كل دي كل كعة؟ ولا كأننا موجودين، احنا بنصيف في جمصة. روح شوف مين شام. شفتي بقى ان انا جامد في المساج ازاي؟ يعني مش قصدي قله ادب ولا حاجه. لا دي قله ادب بقى، ده انا هقل ادبي على اللي بره ده. حلوه قوي ان انتوا فاضيين دلوقتي. مين اللي قال ان احنا فاضيين؟ يعني وراكوا ايه؟ دينا خلاص اتلف ورق الكرنب والولاد نام. ايه ده؟ ده بتراقبنا؟ دي وظيفتي يا اتش، وظيفتي. مش انا ظابط ولا انت ناسي؟ في حس امني، سنس. سنس؟ طب يا زول سنس، ما جاش في خيالك ان انا ممكن انا ودينا نكون قاعدين ما بنعملش حاجه؟ تعال اقعد معانا. اه كده. طب شوفي مين بقى هيعمل لك مساج. بقول لكم ايه، خلونا في المهم. انا عايز اعمل لكم اختبار ذكاء. نعم. عشان اترقى الوزاره عندنا، عشان ترقي لازم تدي دورة بحث جنائي، وانا من المفترض يعني ان انا امتحن في تحليل اختبارات الذكاء. ماشي. طب يا عصام انا ما عندناش مانع طبعا، يعني بص اكتب اسامينا على الاختبار وحط اي نتيجه كفته كده واحنا موافقين عليها يا سيدي. ينفع كده اتش؟ ده انا اول مره اقصدك في خدمه. لا 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 لا، بلاش شغل ماما ده، اتكل على الله، مش عاوز صعبانيات، يلا اتكل. تشكر يا هشام بيه، كتر خيرك يا دينا هاني. انا اسف قوي اني ازعجتكم. ساعته خلاص، هنخسر ايه؟ اهدي اهدي، خطوتين وهيتكل على الله. عصام كان فاضل له خطوتين. احنا هنعمل الاختبار فعلا. الف شكر الف شكر، انتوا مش متخيلين الموضوع ده مهم بالنسبة لي قد ايه. هي نص ساعة مش أكتر، عشان احنا مش فاضيين. امنع الكلام بقى. كل واحد فيكم هياخد الاختبار لوحده، ويكون في علمكم مش معنى ان انا عصام معنى كده ان انا ممكن اساعدكم في الحل. لا، كل واحد فيكم لازم يعتمد على نفسه وياخد الاختبار لوحده. انا مش هغشش حد. ماشي. يا سلام، طب ممكن نص ساعة راجع فيهم قبل. امنع الكلام. ينفع ابتدي انا الأول؟ اتفضلي يا فندم.
في اوضه المكتب. اتفضلي. هسيبك بقى تراكع وانت ساكن كده. اشمعنى يعني ما شخطتش؟ امنع الكلام. ايه الاخبار؟ عملتي ايه؟ كويس، كان سهل. سهل ازاي يعني؟ اسئله عامله ازاي؟ ايه ده؟ انت عاوزني اغششك؟ لا طبعا، بس هو في جغرافيا؟ مش فاكره. يا بقت كده. بص يا حبيبي، انا اهلي علموني لا غش ولا غشش. ماشي، في حساب. امنع الكلام، ورايا على المكتب. ستة وعشرين. لا استنى. تلاتين. بس لو صفت اللبن وميت غمر محافظة يبقوا 32. اجابت 32. يا دين، عرفت تجاوب على السؤال ده؟ ما عرفتش ولا عرفت؟ من هو الفنان الذي قام برسم لوحة الموناليزا؟ مايكل انجلو. لا استنى، دوناتيلو. واحد من السلاحف. ليوناردو دافينشي. اجابتي ليوناردو دافينشي. اكتب عندك. كتبت؟ دي مكعبات ودي الصورة بتاعت المكعبات. بالمكعبات دي تعمل الصورة دي. لا مش فاهم. الوقت بدأ. لا بدأ ايه؟ استنى بس يا عصام. افهم بس، ده ويني بوه عارفه انا يعني. دول بقى اعمل فيه، بص كل مكعب حوسه لوحده، طلع لي صوره من كل الاربعه. بص بعملهم كده. تايم. لا استنى يا عصام، هعرف اعملهم. لا يا عصام انا هعرف اعملها دي. مكعبات يا عصام، هعرف المكعبات يا هشاء. يا عم هعرف بقى. يا عم دي عهده. كنت هعرف على فكره. السؤال التالي في الالعاب الرياضيه. ها جيت لي في منطقتي. قول يا كبير، العب. في اي عام تأسس الاتحاد الدولي لكرة الريشة؟ ده انت خفيف بشكل. عملت ايه؟ فلتو طبعا. فلتو؟ وانتي عملت ايه في المكعبات؟ ولا اي حاجه، ما لحقتش، الوقت كان قليل جدا على فكره. معقوله يا دينا؟ معقوله مكعبات واربعه وملونين سهلين خالص يا دينا. عصام هنا؟ اوضه الكنترول جوه. شوف اهم عملوا الاختبار، مش خايفين زي ناس. انا مش محتاج حد يقيس لي ذكائي، انا عارف نفسي. ابوك خايف لا يتفقس قدامنا. ما تفقس؟ ما تفقس ده ايه؟ الاختبارات دي اتعملت للعيال الدحيحه اللي بيحلوا الواجب وبيذاكروا من الكتب الخارجيه. ما تنفعش مع الناس اللي اندعكت في الدنيا، الناس اللي عندها مفهوميه. وانت بقى ابو المفهوميه. طبعا. انا عاجبك قوي على فكره. ايوه، بأمارة كوز البسترما اللي اشتريته من على العربية النقل، وطلع كله توم، ما فيهوش حتة لحمة قد كده اهو. التوم مفيد. مفيد؟ يا راجل حرام عليك، ده انا بقالي اسبوعين نايمة على الكنبة عشان اخلص من ريحة التوم اللي طالعة من بقك. كل ده عشان فرق في السعر جنيه وربع. عجبني. طعمه عجبني. ونفسي نفسي الاقي الراجل اللي اشتريت منه عشان اجيب منه تاني. صباح على خير. ايه استنى ايه صباح على خير دي؟ قول لنا الاول، ها ايه الاخبار؟ تمام، فرغت النتائج بعد ما صححت الاختبارات، وما اعتقدش ان في حد هيلحق يخلص بالسرعه دي زي دول، هيبسطوا مني قوي في الدوره. صباح على خير. يا عم استنى بس، انت مستعجل على النوم على ايه؟ انا وبعدين انا مالي ومال الدوره بتاعتك؟ احنا يا عصام عملنا ايه؟
ومالك مهتم قوي كده بالاختبار ده؟ انت ما كنتش اصلا عايز تعمله. ما تطمنه وتقول له خلاص يا عصام. طبعا انت فاهم، بتقول له طمنه يعني ايه؟ طمنه دي جايه من الطمانينه عشان يطمن قلبه، فهمها ولا اشرحها لك؟ يا جماعه بجد النتيجه مش فارقه. انا عارفه، بس انت عارف اخوك بقى، اقول له خلاص. اصل يا دينا المفروض يعني ان دي اسرار. يا عم قول. حب استطلاع يعني. طيب تمام ماشي. بالنسبه لهشام خليل فتح الباب انا مية. يس يس. برافو عليك يا روح قلبي، مية على مية، النمرة النهائية. صيدلة إن شاء الله يا ماما. طلع لأمك ذكي. مية دي يا ماما يعني ذكائه متوسط العادي يعني على قده. لا يبقى مش طالع لي. أنت السبب. أنت اللي عملت فيه كده وجبت له المتوسط عشان طلع لك. طب وأنا أنا إيه؟ كام؟ أنت يا دينا 115. بعد 100 115 يعني اكيد متوسط. لا قريبين من بعض ايه؟ دول ال 15 درجه دول حطوكي في منطقه تانية خالص، نقلوكي نقله تانية. الفرق بينك وبينه بقى عامل زي الفرق بين المقبول والجيد جدا. يا سلام. يعني ايه بقى الكلام ده؟ مش محتاجه شرح. ولا اقول لك بالنسبه لك انت لازم اشرح عشان متوسط الذكاء. دينا اللي هي جنبك دي تبقى مراتك، وهي طلعت اذكى منك انت اللي هو هشام. تصبحوا على خير. هشام مش مهم نتيجة اختبار ذكاء بص اهم حاجة يا حبيبي ان انت ساعدت اخوك في الواجب. واجب بتاعه طلعك انت ذكية وطلعنا له متخلف بقى. لا مش متخلف، متوسط الذكاء. وبعدين يعني يا حبيبي انت مش محتاج اختبار ذكاء عشان تعرف انك ذكي. ايوه انت زي ابوك عندك مفهوميه، خليك واثق من نفسك. البسطرمه دي لسه عندكو؟ مش انا وطارق عملنا اكونت على تويتر؟ عملتوا ايه؟ اكونت. انتوا ممكن تحطوا كمان صورتكم خلفيه على الاكونت ده. وانا حطيت الصوره بتاعتي اللي انا عامل فيها كاني شايل الهرم اللي عامل فيها كده دي. احلى حاجه في البتاع التويتر دوت ان انت تقعدي في اي حته تجيلك اي خبر وبسرعه الصاروخ. تويتر. على فكره يا دينا انت الموضوع دوت هيمشي معاكي جدا، هتفهميه بسرعه جدا. سوري يا جماعه، معلش يا هشام، احنا يا جماعة المفروض نتكلم في حاجة كلنا نبقى فاهمينها ولا ايه؟ هشام بص ده شيش طاووق معمول من الفراخ، تخيل؟ نبيه اسم الله عليك. مش فراخ طريق قوي براحتك. ماشي. ايه الرخامة دي؟ هو كان قالك على موضوع اختبار الذكاء عشان تتريق عليه؟ سيبيه، ما انا مش فارقة معايا اصلا. حبيبي الجوز بتاعك خلص، تحب اجيب لك جوز تاني؟ لا خليك انا هقوم. لا خليك انا هقوم. اجيب لك حاجه حلوه؟ حاجه فيها شوكليت. اوكي. انا هقوم اجيب سلطه. انا عايز سلطه. انا كمان سلطه. اللي انت هتزيط في الزيطه ولا ايه؟ حبني قوي. دينا هو ماله هشام مقير كده واخد الموضوع على صدره؟ ايه يعني اختبار ذكاء؟ لا اصل بصي دلوقتي بقى متاكد ان انا اذكى منه، فده يعني مخليه يفقد الثقه في نفسه. بس انا حاولت اخليها يعدي الليله دي بقى، بس مفيش فايده. بس انت عارفه يعني انك اذكى منه. طبعا عارفه. بس حرام صعبان عليا.